مازال صوت صوت لايف تكون عندي فواحد الفلوغ انا نشوف فيه اللحظه اللي بغيت تواصل معايا في الانستغرام ديالي تحت الخوت. تحيه لكم الاخوان، حنا في الشوبينغ معنا ساندرا، ها هي مفركسه خارجه وراي كرتونه تتقلب في احساس تا هو واحساس كرتونه والحطه والمضح كوميكو بران. ها انتم الاخوان زاهيه في الماهيه، هاتوا اخوان زاهيه. دابا خوت هاد المنطقه هادي الشوبينغ دي مع قصه، عندي مع قصه دابا مجوجين هادو الشم هو صحيبو، استغفر الله العظيم خرج من دار العيب بلا عيب. اللي سي كوميم اي نو برافو اي ذا سون برافو كاميون ديجا سبايرتات ساندرا دخلت شوفي سبايرتات، ندخلو نتلاقاو سبايرتات انتوما سبايرتات الخوت ما كاينه 159 ريال. اوكي نسكو كاين 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 هاتي الخوت. نعاود لكم قصه ديال هاد الشوبينغ، كنت ساكن بالخيريه وكنت نجي نشد فيه الويفي الخوت، وكنت اخوتي كنت بريح وانا نطيح السي بي اف ديالي. شنو هو السي بي اف ديالي؟ هو واحد الرقم اللي اول مره ما غتكون تجي للبرازيل خاصك ديرو طيحته، ولا طيحتي هذاك ولقاه شي واحد اخر يقدر يدير لك فيه شي مشاكل. علاش؟ يقدر يمشي لك يدير لك حل به كونطا في البنك ويدير لك المشاكل، انت يتسلف فلوس بالنوميرو ديالك وتصدق التحاصل. سمعتوني؟ لهذا انا خوت مني بغيت نحل الكونطا هنا في البرازيل قالوا لي بحال شي واحد حال البيع، حيت انا فايت من طاح ليا. يمكن لك ترجع نفس النوميرو ولكن تلقاه استغلوه قبل منك، فاهمين؟ والله يدير شي تاوي للجميع. حنا خوت تنصوروا لكم الاجواء، هانتوما الملابس ديال الزواج. هنا غنطلعوا مع الدرايجات ديال الماء تلاقاو. هما تنشوفوا فيا دايرين بحال بحال التوام بحال النقافة. أزرقتي أنا صغيريك وروروي وروروي ساندرا تزغرتها تلاقاو الخوت. ها انتم الاخوان، ها هي دي فيما بغيت نصور تجي قدامي. بيلاتا بيلات 29 قول تقريبا شي 70 شي 100 درهم. اي احساس تتعرض الحطات شو الخوت. المغرب حقيقه فايتهم في الحطات بالرجوله. المغرب عند داكشي ديال اللبس عندهم احسن من هنا، المغرب عنده اللبس احسن من هنا. سمعتوني؟ انا ما عندناش البياس واعر، ما عندناش البياس اللي تي الشورطات بغا يتبحر حيت عندهم الصيف على طول العام. هما هما طلعوا غيشدوا غنشوفوا واش كاين الفيلم، غنمشيو للسينما الخوت. هاو قال لنا واش غتاخذوا القليه. احنا الخوت هاي تضرب عليا بنص عين الشا اتباني في دوزان باي طريق. احنا الخوت شادين الصف باش ناخذوا القلية وناخذوا فيلم اللي غنتفرجوا فيه. دابا احنا خلصنا الخوت غنمشيو للسينما نتفرجوا فيلم ميريكاني. هاي طنرة الزغرت، هاي طنرة تسلم عليكم. السلام عليكم. تلاقاو في السينما من اللي ندخلو. ها انتم الاجواء. قال لك تجد هذا وي فاصل موضه. غنكتب لكم
غنكتب لكم واحد الحاجه الخوت، غنكتب لكم واحد اللعيبه ابو سبريك بما كويس فيه اي نعطيكم هو الخوته. كارول شاده ليا شاده ساندرا باليدها لا توضر ترى خطار يا خويا، شاده لها باليد باش ما باش ما تعمر هاني يا سير. ولكن غنصور لكم الاجواء ضربه ما قال لك خلصت عليها ما خلصتش علينا تتخلص على راسك نتسداو في معالجة غندو القلية وغنمشيو نهاجمو اخوان. مشينا الخوض مشينا تفرجنا في هذاك الفيلم تفرجنا في السينما ما كانش كيفاش الخوض بقا نصور لكم مشينا للشوبينغ صورت لكم واحد الفلوغ نتمنى يعجبكم الخوض. دابا انا رجعنا اليوم النهار الاخر وساندرا و هذيك الياباني وراجلها البرازيلي وولدهم غادي يهزوا الطونوبيل رايه واحد ايردوز ناضيه غادي يمشيو يتقداو داك الشيء جمله في الميركادو في السوق الميركادو هما نصورهم ليك. راهم غاديين هما غاديين مشيو شو الاخوان والاجواء عندنا اجواء مشتيه اجواء هنا في ريو دي جينيرو قاش نسكن في ساو باولو هنا انا غندير شافني هذاك الياباني راه واش راه ما يركب في الطوموبيل وغيمشيو غتحل اي حل ساندرا هو مجوج باليابانيه عنده الحديد هذا واحد برازيلي هذا الشيء انا حاضر اليوم الدريب لا يهرب واش راهو تي قاد سي خوش غادي دابا للميركادو قلت لها نمشي معاكم قالت لك طوموبيله صغيره سمعتيني طوموبيله صغيره ما تقدرش تهز كلشي ها هما هذاك هذاك الشيء جا من العائله وهذيك الياباني مولاد الزرق اليابانيه مرتو. وانا الخوت انا كيف قلت لكم مشيت بغيت نصور الخوت ما لقيتش كيفاش الخوت نصور علاش لان خوت بالرجوله بعض المرات ديك الدري كرطونه ما تخلينيش بقانتين باش نصور سمعتيني ما تخليش لي القانه باش نصور مما احساس الرجوله وداك ساندرا هذيك ضروري ديك معايا وهذيك اللي تبقى عارف ما كانت في الاول تصور معايا عادي في الاول اما مع الوقت اللي عارف يدخلوا بعض الناس اخوتي تيبداو يبقى ينقرو عارف تبقى ينقرو تبقى يقولوا لها شي حاجه وانا نصور والو سمعتيني راه جاد فوق جادهم سمعتيني انا فقط نصيفط ميساج وتنقول للناس الزوينين اللي تحبوني شكرا لكم الخوت تعرفوني وتحبوني وكل شيء وتدخلوا عندي في الفيسبوك وعندي في الانستغرام وما تدخلوش اخوتي صيفطوا الميساجات لساندرا كاين بعض الناس اخوتي ما عرفتش اخوتي تيمشيو يصيفطوا الميساجات ما فهمتش علاش ما عرفتش علاش الا كنت اخويا تصيفط الميساجات ما اول حاجه راه ما تسحب لك انا عز الدين راه دمدومه تسحب لي دابا عز الدين راه دمدومه راه بوهالي راه دمدومه احل فمو يدوح هاجي ندو لي هاد المراه تدي لي اش غدي لي راه العيالات موجودين انا عارف قالوا هاد عز الدين طالع هاد انسان ديال ويشه في شكل هو دمدومه جن عارف العقليه ديال واحد الناس ما تقولش كلشي انا تقول واحد الفئه ثلاثه اربعه كاع ماشيني اما نقول لك اكثر يا ناس زوينين العز ونصر تحيه للخوت الجزائريين الرجوله اللي ما تنافقوناش اللي تيقولوا خاوه خاوه من القلب ماشي في النفاق راه ما تقدرش ننافق بنادم هذا هو بغي الميساج نقول لكم ومرحبا بكم ونتمنى اخوتي اللي عجبكم هذا الفلوق هذا والتحيه لكم راه مواقيلا مشاو الله مشاو ماشينا اخوان. دابا انا الخوت في واحد البرازيليين برقاقه علينا التبرقيق هذه اول حاجه دخلت نصور لكم بقيتو ديروا فيا هاك حشموش ما عرفتش علاش حشموش اخوتي ما يحشموش شوف فيه يشوفك انت دابا في الشرجم ديالك تبقى يشوفك تكون عريان ما عرفتش اخوتي يشوفك هذه اللي خايبه فيهم اخوتي تبقاو انا جيت البرازيل هاد البرازيل انا خرجت من المغرب غتقدر دير الطريق للبرازيل علاش واخا انت تبان لك اوروبا قريبه لك المغرب وجيتي تهار البرازيل وبغيت تمشي لاوروبا تقدر اخويا انا خرجتي من المغرب تقدر الله يزيدك قوه تخرج بلاد اخرى اما خويا باش تبقى راه ما كاينش مستقبل اللي غتدير فيه مستقبل وغدير لاباس انا راه خارجين باش ندير مستقبلات وكل واحد كيفاش يفكر اللي باغي يسكن عند الناس من البرازيل خاصو يكون راس مال صحيح
وإلا في يكون عنده العقل لا باش ما يفرش كل شيء. هادشي اللي بغا نوصل لكم أخوتي، وما تقلقوش مني. تحية لكم من المنبر، نعزو نصر والسلام عليكم. تلاقاو الخوت صاش خوت لايك وتابونوا عندي وبارطاجي الخوت، والسلام عليكم. وراكم عزاز أخوتي المغاربة الزوينين وخوت الإخوان الجزائريين اللي ما تينعرفوش، وتقولوا خاوة خاوة من القلب. راه شوف حسوا بيا لأنني ماشي منافق، إذا كنت منافق أنا نقول لكم ها نضحك لكم. تنجينيش أنا خوت، اللهم نيشان حسن من إلى جي. واش فهمتوني؟ السلام عليكم يا خوتي، تحية ليكم، العز ومصر.